واتفقنا اكتر من مره، الماضي التام هو الماضي التام المستمر، المضارع التام هو المضارع التام المستمر، ولكن اي حاجه فيها كلمه مستمر لازم تستغرق مده، لازم تستغرق. فلو هو بيجيب لك في الجمله مده، خد ماضي تام مستمر. ما جابش مده يبقى ماضي تام عادي، وده هنتكلم عليه برضو بعد